وزير التجارة والصناعة كان موجود في البرلمان، وبعدين بقى معانا في الحكومة. فقلت له يا أحمد بصراحة، بعد ما بقيت معانا بقالكش شهرين ولا حاجة، مش كده يا أحمد؟ يا ترى الواقع اللي أنت شفته هو ده الواقع اللي أنت كنت بتتناقش بيه عندك ولا لأ؟ أنا هسيبه يرد، اتفضل بأمانة، لا تتراجع، لا تتراجع. لا تتراجع. لا انا سالتك وقلت لي دي الميكروفون بصراحه يا احمد. اتراجع يا ريس. طب اتفضل اتفضل اتفضل. مختلف يا فندم. مختلف بنسبه قد ايه؟ لا مختلف، لان النهارده العمل التنفيذي لما دخلت في العمل التنفيذي كان مختلف تماما بالنسبه لي، ان انا كنت شايف الصوره. هما العملين بيكملوا بعض، انا كنت بقدر الصوره من وجهه نظر ممكن اقول الشارع او اللي وصلني من الشارع، بس لما دخلت النهارده في دولاب العمل التنفيذي الدنيا مختلفه. طيب كويس، انا ايه